السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم أبطال الصف السادس الابتدائي لغات جريد 6، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة وبحطول انتظار مفاجأة جميلة من كتاب المعاصر، نزل لنا أول يونت عندنا في مادة الماس، فيلا بينا نبدأ. نزلنا على القناة جريد 6 شرح الليسون نمبر 1 اللي هو كان بيتكلم عن اللونج ديفيجن، اخدنا عليه اكسرسايزز جوه الفيديو. النهارده ان شاء الله هتلاقوا عندكم في وصف الفيديو او في الديسكريبشن بتاع الفيديو لينك التليجرام بتاعنا اللي ممكن تتواصلوا من خلاله معانا عن اي استفسار في ماده الماس او الساينس او الاي سي تي لجريد 6. كمان الجروب ده او لينك التليجرام هتلاقوا عليه نسخه المعاصر الموجوده او اليونت ليونت 1 ليونت A 1 في ماده الماس. تمام، يلا بينا بقى ناخد فاكتورايزنج نمبرز تو اتس برايم فاكتورز. فاكتورايزنج ا نمبر تو اتس برايم فاكتور، قبل ما تعرف يعني ايه فاكتورايز لازم الاول تعرف يعني برايم، لازم الاول تعرف ايه يعني ايه برايم. البرايم نمبر يا جريد 6 لو انتوا كنتوا نسيتوها هي اي نمبر، اي نمبر لي بس تو فاكتورز، لي بس ايه تو فاكتورز يا مس؟ معلش انا اصلا نسيت يعني ايه فاكتورز. طب تعالى اقول لك يعني ايه فاكتورز. لو قلت لك ال16 تيجي من ايه في التيبل، هتقول لي يا مس ال16 دي تيجي من 4 تايمز 4 وتيجي كمان من 2 تايمز 8 وتيجي كمان من 1 تايمز 16. اوكي تمام، يبقى ال4 وال8 وال2 وال1 وال16 دول فاكتورز للنمبر 16، دول فاكتورز للنمبر مين 16. طب حاجه تانية، لو جيت قلت لك عندك مثلا النمبر 30 يجي من ايه في التيبلز، هتقول لي يجي الاول من 30 تايمز 1. تمام، يجي من ايه كمان 2 تايمز 3، سوري 2 تايمز 15 ايه 3 2 تايمز 15، يجي من ايه كمان 5 تايمز 6، يجي من ايه كمان من 3 تايمز مين 10. كل دي اسمها فاكتورز، 30 ال1 ال2 ال15 ال5 ال6 ال3 ال10 اسمهم فاكتورز للنمبر مين 30. اوكي طب يعني ايه بقى برايم؟ يعني نمبرز عدد مش عنده غير 2 فاكتورز اونلي، 2 فاكتورز ايه اونلي، ما عندوش غير 2 فاكتورز بس، نفسه وال1، نفسه وال1. ايه ده بس؟ ماشي انا هتفق معاكي ان هو مش عنده غير 2 فاكتورز بس، بس ليه بتصعبيها كده؟ ليه بتقولي اتس سيلف نفسه وال1؟ طب تعالى اقولك، هات لي الفاكتورز بتاعه نمبر 2، تعالى كده هات لي الفاكتور بتاع 2. يجي ايه 2 عندك في التيبل؟ ما يجيش غير من حاجه واحده يا مس، 2 تايمز 1. طب هات لي 3 بقى في التيبل، 3 3 تايمز 1. طب 5 برضو 5 تايمز 1. يبقى البرايم هي ال2 هي ال3 هي ال5، 2 و3 5 7 11 13 17 23 وهكذا 19. يبقى هو النمبرز اللي بيجي بس في التيبل من نفسه، وال1 2 تايمز 1 3 تايمز 1 5 تايمز 1 عنده 2 فاكتورز اونلي، اللي 3 ومين وال1. اوكي كده عرفنا مين البرايم فاكتورز. طب يعني ايه اعمل فاكتورايز؟ يعني ان انا ابسط او اعمل سمبلست للنمبرز، مثلا نمبر زي 15، انا مش عايزك تقول لي 15، امال عايزه ايه بس يا مس؟ عايزك تقول لي ال15 دي جواها مين برايم، جواها مين برايم، ايه يعني جواها مين برايم؟ يعني ال15 دي عندك في التيبل بتيجي من ايه؟ سهل، من 3 تايمز 5. تمام، هل ال3 برايم؟ اه. هل ال5 برايم؟ اه. يبقى البرايم بتاع ال15 3 و5. طب نمبر تاني 32، عايزه البرايم، معناها ايه برضو عايزه البرايم يا مس؟ يعني عايزه النمبرز يا اما 3 يا اما 2 يا اما 5 يا اما 7، جوه النمبرز ده في حد من الارقام دي. اوكي صح، تصدق يا مس ده ال32 ده هو عباره عن 4 تايمز 8،
اوكي. طب الفور دي اللي هي 3 ولا 2 ولا 5 ولا 7؟ طب ممكن تبقى ايه الفور دي؟ ده ممكن تبقى 2 تايمز 2، وال8 دي تبقى تاني 4 تايمز 2، وال2 دي تبقى 2 تايمز 2. يبقى انا من 32 خليته ايه؟ برايم، كله ايه؟ كله برايم. وده معنى الدرس، انك انت تحول او تعمل كونفيرت للديك للكومبوزد، كومبوزد النمبرز اللي هي مش برايم، خدناها في جريد 5. اي نمبرز مش برايم اسمه كومبوزد. انا بقى في الليسونز ده عايز اي نمبر اعمل له فاكتورايزنج، احلله اوصله للبرايم فاكتورز بتاعته. اوكي. هنا بقى في المعاصر بيشرح لك يعني ايه برايم، قال لك زي ال 2 وال 3 وال 5 7 11 13 17، وهم اي نمبرز exactly two factors، عنده two factors ال one و its solve. طب يعني ايه الكومبوزد؟ كل النمبرز ما عدا البرايم، كل النمبرز ما عدا ايه؟ البرايم، اي نمبر عنده more than two factors. اوكي لغاية هنا تمام. طب تعالوا بقى نشوف هنحل ازاي. ايه ده احنا خدناه في grade 5. اوكي it's right، انت خدته معانا في grade 5، درس سهل جدا. طب تعالى بقى نبدأ نحل عليه. طب يلا بينا بقى ناخد حاجة على اللي احنا شرحناه. ايه ده مس حضرتك ما شرحتيش السيركلز دي. اوكي انا هشرحها لك دلوقتي على طول. تعال نجيب حاجة اسمها الـ greatest common factor GCF، افتكرتها؟ ده كانت فيه كمان واحدة تانية شبهها، الـ LCM. برافو عليك. الليسون ده هاخد الـ GCF او الـ greatest common factors، ونتعلم ونفتكر ازاي نمثلها بالفين دايجرام وازاي كمان نفتكرها. يلا بينا. انا عايز النمبرز 4 and 6. اوكي الفور دي لو انا عملت لها الفور دي لو انا عملت لها فاكتورايز هي عبارة عن 2 في سيركل، لان اي نمبر برايم بحطه في سيركل 2 تايمز 2. اوكي طب ال 6 سهلة، 3 وهو برايم و2 وهو برايم، تمام. قال لك ولا تعمل ولا اي حاجه في الفين دايجرام الا انك هتكتب هنا فوق واحده فيهم النمبرز ده اللي هو 4، والتانية هتكتب عليها 6، تمام. ده الكومون، يعني الكومون الحاجه المشتركه اللي ما بينهم. طب هي الفور ايكوال كان 2 تايمز 2 اهو 2 تايمز 2. طب وال6 هي عباره عن 3 تايمز 2. مس خدي بالك انت غلطت حاجه، صح انا حطيت 2 تحتها 3، لا حط ال 3 بعيده وال 2 هنا. اوكي في حاجه كومون، حاجه مشتركه ما بين ال 4 وال 6، ايه هي؟ نمبر 2. خلاص تعالى بقى في الفين دايجرام حط الكومون، مين الكومون؟ ال 2، تمام. اتبقى عندك مين بقى؟ اتبقى عندك مين بقى في ال 4؟ اتبقى عندي ال 2 الثانيه. واتبقى مين عندك في ال 6؟ اتبقى عندي ال 3. انا كده رسمت الفين دايجرام وكمان مثلته. طب عايزه الجي سي اف، خلاص احنا من السنه اللي فاتت عارفين ان الجريتست كومون فاكتور ايكوال الكومون، بيساوي الكومون اللي ما بين النمبرز، يبقى ايكوال كام؟ 2 او الجزء اللي في النص، تمام. تعالوا ناخد واحده تانية نفهم اكتر. نمبر اي 24 and 16، تعالى بقى نعمل فاكتورايز ل 24. واحد هيقول لي 3 تايمز 8، واحد تاني هيقول لي 4 تايمز 6، واحد تالت هيقول لي 12 تايمز 2. خد اي نمبر انت حافظ هو بيجي في التيبل بيجيب لك عندك 24. انا هاخد 3 تايمز 8، 3 برايم، ال 8 مش برايم يبقى كومبوزد احطها في ريكتانج. ال 8 هي عباره عن 4 تايمز 2، تمام. ال 4 عباره عن 2 تايمز 2، لغاية هنا زي الفل. اوكي تعال نجيب السكستين. السكستين لسه حافظينها، واحد هيقول لي 4 تايمز 4، تمام. 2 تايمز 8 زي الفل. طب انا هاخد 2 تايمز 8، ال 8 كمان هعمل لها فاكتورايز 4 تايمز 2، ال 4 هعمل لها فاكتورايز 2 تايمز 2. ياه كده انا عملت فاكتورايز للسكستين، جبتها بتتكون من ايه؟ من البرايم. كمان عملت فاكتورايز لل 24 جبتها بتتكون من ايه؟ من البرايم. طب تعالى نكتبها، ال 24 ايكوال مين؟ خد بس البرايم، خد بس مين؟ البرايم،
يلا بينا. فين البرايم؟ 2 تايمز 2 تانية تايمز 2 تانية 1 2 3 2. وكمان عندك ال 3 زي الفل. طب تعالى بقى ناخد مين؟ نجيب مين؟ نجيب يا مس ال 16. اوكي يلا بقى نكتبها بلون مختلف. طب تعالى بقى نمثل الفين دايجرام. هنا عندي ال 24 وهنا عندي ال 16. هنا عندي الكومون الحاجة المشتركة. طب مين المشترك؟ ادي اول 2 ادي 2 نمبر 2 ادي الثيرد 2. ال 3 وال 2 مشتركين؟ نو. يبقى هاخد 2 وكمان 2 وكمان 2. تمام. ايه اللي متبقي عندك في النمبرز في 24؟ متبقيه ال 3 اكتبها هنا. ايه اللي متبقي عندك في ال 16؟ متبقيه ال 2 اكتبها هنا. يبقى كده انت جبت مين؟ انت جبت الجي سي اف. فين يا مس ما جبتوش؟ اهو الجريتست كومون فاكتور. اعمل تايمز. يبقى الجي سي اف ايكوال 2 تايمز 2 تايمز 2 ايكوال 8. اهو زي السنه اللي فاتت 2 اكتبها هنا تايمز 2 تايمز 2. اوكي اوكي فهمنا ازاي نجيب الجي سي اف. تمام زي الفل. تعالوا بقى ناخد الجزء الجديد عندنا في جريد 6 انه بيجيب لك 2 برايم نمبرز او اي نمبرز ما فيش ما بينهم كومون. ما فيش ما بينهم ايه؟ كومون. زي التو نمبرز دول ال 3 وال 5. هل في حاجه كومون ما بين ال 3 وال 5؟ طب تعالوا نشوف. ال 3 دي عباره عن ايه؟ 3 تايمز 1 وال 5 5 تايمز 1. اوكي. طب لو جيت انا كتبت ال 3 هنا وكتبت ال 5 هنا هلاقي كومون؟ لا، ما فيش غير ال 1. ال 1 ده كومون ما بين كل النمبرز. ال 1 ده كومون ما بين كل ايه؟ النمبرز. فال 3 هكتبها هنا وال 5 هكتبها ايه؟ هنا. طب انا عايزه الجي سي اف. تمام. فيش يا مس؟ لا، في ال 1 مس. طب ما احنا ما كتبناهوش هنا. بص يا مس اهو، احنا ما كتبناش ون هنا. برافو. علشان انت عندك كومون، عشان انت عندك ايه؟ نمبرز تانيه غير ال 1 كانت كومون ما بين التو نمبرز. تمام. طب يعني يا مس عايزاني اكتب 1 هنا في الجزء الكومون؟ لا، سيبه فاضي. احنا عارفين ان الجي سي اف عندي هو عباره عن ال1، لان ال1 ده هو عباره عن النمبرز الوحيد الكومون ما بين كل النمبرز. اي نمبرز في 1 تايمز نفسه. 1 تايمز نفسه نمبر اف بتقول 7 اند 12. طب ال7 هي عباره عن ايه؟ 7 تايمز 1. طب ال12 ممكن نعملها. ال12 عباره عن 2 تايمز 6. ال6 عباره عن 3 تايمز 2. تمام. تعالوا نكتبها. ال12 ايكوال 2 تايمز 2 تايمز 3. اهو 2 تايمز 2 تايمز مين؟ تايمز 3. هكتب هنا 7، هكتب هنا ال12. في كومون؟ لا. في كومون؟ لا. طب امال اكتب ايه؟ لما ما يبقاش في كومون سيب الجزء المشترك ما بينهم فاضي. طب ال7 عباره عن 2 و2 وكمان معاك مين؟ ال3. طب مس هو عايز الجي سي اف. خلاص ما دام ما فيش كومون اكتب مين؟ 1. مش ال12 عباره عن 12 تايمز 1؟ اه، فجواها مين؟ ال1. وال7 عباره عن 7 تايمز 1، فهما الاثنين جواهم مين؟ ال1. اما دي ده الاكشوال، الحاجه الفعليه الريال اللي انا مش موجوده ما بين اي نمبرز تاني غير ال7 وال12. طب ما هو مفيش حاجه ما بين ال7 وال12 غير ال1. لا، ما ال1 موجود في كل ايه؟ النمبر. فمش بكتبه في الجزء ايه؟ الكومون المشترك ما بينهم. تمام. يا رب نكون فهمنا الجزء ده. طب تعالوا بقى نشوف احنا فهمنا ولا لا. بيقول لي using the following Venn diagram complete. النمبرز اللي قدامك تعرف تجيبهم؟ لا، مش مكتوبين. لا، بس انت تعرف تجيبهم. خلاص احنا عرفنا ان الجزء ده كله هو نمبر واحد، وان الجزء ده كله هو نمبر واحد، وده الجزء الكومون اللي ما بينهم. يعني احنا ممكن نرسم كده، نعلم ده بلون ونعلم ده بلون. ده مثلا بالريد. مين ده؟ اه ده 3 تايمز 3 تايمز 5 ايكوال كام بقى؟ 3 تايمز 3 6 تايمز 5 ايكوال 30. يبقى الجزء ده 30. طب وده ممكن برضو نعلمه بلون مختلف. اهو يبقى عباره عن 5 تايمز 2 اللي هي كام؟ 10.
يبقى two numbers هو عندي 30 عندي مين عندي 10. number b الجي سي اف الحاجة الكومون، مين الكومون اللي ما بينهم؟ اهو اللي هو مين؟ ال 5. طب ال ال سي ام، لا مس انت لسه ما شرحتش ال ال سي ام، احنا خدناها في جريد 5 تمام يا مس، بس انا نسيتها في الاجازة، ولا يهمك نشرحها تاني ونعيد عليها مرة واثنين وثلاثة، بس انت ذاكر. ال ال سي ام كنا بناخد او least common multiples، least common multiples كنا بناخد كل النمبرز، بناخد ايه؟ كل النمبرز without repeated، يعني without repeated من غير مكرر، من غير ايه؟ مكرر. تمام يلا بينا. ال LCM مين موجود عند ال 30 ومين موجود عند ال 10؟ اللي موجود هنا 3، يبقى هاخد 3 times 3 times 2. طب مين الكومون؟ ال 5. اوكي 5 times 2 10، ودي 3 times 3 9 times 10 يبقى 90. Are the two numbers relatively prime numbers؟ ايه ده؟ ايه ده relatively؟ بس ما جبتيش ست الحاجة دي. طب اقول لك relatively numbers او relative prime numbers هي النمبرز اللي مش بيكون ما بينها common، يعني اللي بتكون بس عندها ال 1 common، اللي بتكون عندها ال 1 ايه؟ common. طب دي عندها ال 1 common؟ لا في 5، يبقى are the two numbers relatively؟ no. طب امتى اقول ايوه يس؟ تعال اقول لك، احنا لسه قايلينها لما يكون عندي ايه؟ ما يكونش عندي غير ال 1. طب تعال نشوف الاكزامبلز اللي بعده. Using the following diagram complete the two numbers، يلا نجيبهم. اتعلمنا بقى هناخد ده كله بقى، كام ده؟ 5 times 5 اللي هو equal كام؟ 25. طب خد ده كله بقى، كام؟ 2 times 3 اللي هي كام؟ 6. يبقى النمبرينز دول اللي هم 25 and mean 6. ال GCF الحاجة الكومون، عندي حد؟ لا، يبقى اكتب 1. نمبر سي ال LCM اخد كل النمبرز، يبقى عبارة عن 5 times 2، بسهل على نفسي عملية ال times او المultiplication، times 5 times 3. 5 times 2 10، 5 times 3 15، 15 times 10 150. السؤال نمبر دي are the two numbers relatively prime؟ yes. ليه yes؟ الكومون الوحيد اللي ما بينهم هو ال 1، يبقى ساعتها هم يسميهم ايه؟ relatively ايه؟ برايم. تعالوا بقى نحل اللي احنا متعودين عليه من جريد 4 و 5، ان احنا بنحل اخر تيست او اخر ورقه عندنا في اي ليسونز من كتاب المعاصر الماس. ذا جي سي اف نمبر 1، ذا جي سي اف اوف 10 اند 15، الجي سي اف ما بينهم. اوكي يلا نقول ال 15 ممكن تعملها على طول، وممكن تستعمل ال 3 او الشجره بتاعه النمبرز براحتك على حسب. انا هسهلها عليكم ونستعمل ال 3، ادي 3 تايمز 5. طب ال 10 هي عباره عن 2 تايمز 5، ممكن نرسمها كمان، ادي الرسمه بتاعتي. ايه الكومون اللي ما بينهم؟ ال 5، هو عايز مين؟ ال GCF، وقلنا ال GCF هو ايه؟ ال common اللي ما بينهم. number 2 ال LCM of 5 and 7، خدها rule قاعدة عندك، مدام ال 2 numbers prime numbers يبقى ال LCM هو عبارة عن ال times بتاعهم، 5 times 7 equal 35. number 3 ال LCM لل 8 and 18، تمام ممكن نعملها بطريقة تانية، 8 equal 2 times 4، ال 4 ممكن أعمل لها factorize اللي 2 times 2. طب ال 18 عبارة عن 3 times 6، ال 6 أفكها، بصي برضو يا مس حطيت ال 3 تحت ال 2، برافو عليكم، يبقى عبارة عن 3 times 6، وال 6 هي عبارة عن إيه؟ 2 times 3. دي ال 18، هو عايز ال LCM، هناخد واحدة بس من الكومون، أدي واحدة 2 وبس. يبقى ادي عندي 2 تايمز، مين اللي متبقي؟ 2 تايمز 2 تانية تايمز 3 تايمز 3، يلا بقى نطلع 2 تايمز 2 4، 4 تايمز 2 8، 8 تايمز 3 ب 24، 24 تايمز 3، 3 تايمز 4 12 2 كاري اب 1، 3 تايمز 2 6 و 1 ايه 7. واحد تاني هيقول 2 تايمز 2 8 4، 4 تايمز 2 8، و 3 times 3 6، 6
6 و3 تايمز 3 سوري 9 تايمز 9 تايمز 8 ب 78 يبقى الاجابه عندكم ايه 72 نمبر 4 فروم ذا اوبوزيت فين دايجرام الجي سي اف الحاجه اللي في النص مين اهو التايمز بتاعه يبقى 2 تايمز 3 ايكوال كام 6 ساعتها ده هيبقى الجي سي اف نمبر 5 نقط از ا مالتيبل اوف اني نمبر خد بالك عندك مالتيبل وفاكتور المالتيبل لاي نمبرز اللي هو 0 الكومون فاكتور اوف اول نمبرز اللي هو مين ال1 نمبر 7 مهمين جدا 5 و 6 فروم ذا اوبوزيت فين دايجرام الجي سي اف ايكوال نقط تعالوا بنشوف هل هنا عندي اي كومون مكتوب لا يبقى الجي سي اف ما بينهم مين ال1 نمبر 8 ذا اوبوزيت فين دايجرام ال سي ام خد كل حاجه يبقى 3 تايمز 2 تايمز 5 5 تايمز 2 10 تايمز 3 70 نمبر 9 which of the following are relatively prime number قلنا relatively prime number يبقى ما بينهمش اي حاجه غير ال1 2 6 لا ده ال6 جواها 2 تايمز 3 يبقى مش عندي 15 و30 ده ال30 عباره عن 2 تايمز 15 فاكيد جوه بعض 35 و16 تعالوا نشوف ال35 هي عباره عن 3 تايمز 7 سوري 5 تايمز 8 طب ال16 هي عباره عن 2 تايمز 8 وال8 اتفك عباره عن 4 تايمز 2 وال4 اتفك عباره عن 2 تايمز 2 هل في كومون؟ لا ده دي كلها 2 ودي كلها فيها 5 ومين و7 يبقى ده اللي انا بدور عليه نمبر 10 which is a following is not a prime هو مش برايم ال9 طبعا ليه 3 تايمز 3 و9 تايمز 1 يبقى هي عباره عن كام فاكتور 1 2 3 عندها 3 فاكتور اما 7 برايم 5 برايم وال2 الوحيده اللي ايفن وايه وبرايم وبكده جريد 6 اكون خلصت عندكم لسن نمبر 2 من كتاب المقص استنوني ان شاء الله في الليسنز الجاي لسن نمبر 3 اكتبوا لنا اي تعليق عايزين تكتبوه او تواصلوا لنا من خلال التليجرام هسيب لكم رابط التليجرام ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو باي باي